يسعد مساكم مشاهدينا عن جديد. منظمة الصحة العالمية أشادت بالتجربة الإيرانية في التعامل مع فيروس كورونا، فأكد وفد منظمة الصحة العالمية ريتشارد برنان أن الحكومة الإيرانية عم تتبع نهج صحيح ومنطقي في مكافحة الفيروس. كمان صرح مساعد وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي أنه بلاده توصلت لنتيجة جيدة بإنجاز البروتوكول العلاجي بما يخص كوفيد-19، وهالشي بيتضمن يعني 2 لـ3 أدوية مستخدمة بالعلاج. صحيح، ولحتى نستفاد من التجربة الإيرانية في التعامل مع فيروس كورونا ونتعرف على البروتوكول العلاجي والوقائي للمصابين بكوفيد-19، تم إعداد كتيب بجهود الأطباء السوريين اللي واكبوا تطورات الأزمة بإيران. وهالكتيب كان من تأليف وأعداد الدكتور أحمد الرحل، اختصاصي علم الأجنة والخلايا الجذعية. الدكتور أحمد صار معنا عبر سكايب لحتى نحكي معه اليوم أكثر بخصوص جائحة كوفيد-19 وكل التفاصيل المتعلقة فيها. فأهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك دكتور. نورتنا. أهلا وسهلا فيك. تسلموا نوركم وجود، الله يخليكم. أهلا وسهلا. يعني اليوم مثل ما حكينا رح نحكي عن كوفيد-19 وكيف تم محاربته بإيران، وبس بالأول خلينا نحكي عن دور مناعة الجسم في محاربة كورونا من دون أي تدخل خارجي. نعم، بالنسبة لموضوع فيروس كورونا، الفيروس هو شيء موجود من قديم الزمان، يعني ما هو شيء جديد. لازم نعرف شيء عن الفيروس، أنه هو كائن ليس حي خارج الجسم، يعني لما بيكون الفيروس خارج جسم الإنسان ما بيكون عايش ولا يتكاثر، يعني ما بيزداد عدده، ولكن مجرد أنه هذا الفيروس ينتقل لإنسان من إنسان لإنسان أو بأي طير أو يوصل للإنسان، فهو بيوقف على سطح الخلية، والخلية بتسمح له أنه يفوت لها بطريقة خارعة. يعني الفيروس بيخدع الخلية، الخلية بتفكره أنه هذا شيء من عنده من الجسم مثلا، عبارة عن هرمونات أو أي شيء لحتى يدخل الخلية، هو بيخدعها بهذه الطريقة وبيفوت إلى داخل الخلية. متى بنفوت داخل الخلية، الفيروس هو عبارة عن بروتين فقط مع سلسلة من الـ RNA. سلسلة الـ RNA والبروتين موجود، بتحاول تخلي كل شيء داخل الخلية بتذلله لها، يعني بتصير الخلية عبارة عن مصنع، معمل بكل أدواتها تصنع هذا الفيروس، وتصنع بشكل أعداد كتير كبيرة، أعداد كتير ضخمة، وبعدها بيدمر الخلية. لما يصير عدده كتير كبير عن حجم الخلية بتدمر الخلية، بيطلع هو يوقف على خلايا تانية بيحاول يصير على الخلايا التانية. هلا فيروس كورونا للأسف هو موجود في الخلايا الرئتين أو الجهاز التنفسي بدقة، بيصيب الجهاز التنفسي وبيدمر الجهاز التنفسي. يعني نحن لما بيكون عندنا مثلا مريض معه نزيف، ممكن نعطيه سيروم، ممكن نعطيه دم نعوض له، ولكن الشيء اللي عم يعمله هو كورونا هو عم يدمر الجهاز التنفسي، عم يدمر الرئتين، فعم بيسبب نوع من النزيف داخل الرئة. هذا النزيف اللي داخل الرئة ما بيعود تقدر تبادل الأكسجين، يعني نحن ما فينا نعطي الإنسان أكسجين بالدم، لازم نعطيه أكسجين حتما عن طريق الرئتين. هذا هو الشيء الخطير اللي موجود بموضوع فيروس كورونا ولازم كلياتنا نتجنبه. هلا جهاز المناعة، دور جهاز المناعة المهم، إنه أي جسم أجنبي بيفوت بياخذ هذا العين الجسم الأجنبي وبيفرطه داخل الخلايا، داخل أنسجة جهاز المناعة، وبيحاول يفصل مضادات أو أنتيباديز ضد كل شيء في من هذا الفيروس، بحيث لما يكون جهاز مناعة قوي أو يقدر يتعرف على هذا الجسم الأجنبي بيكون عملنا أجسام مضادة وبيقتل هذا الفيروس. يعني بمحاولة المواجهة، خلينا نقول دكتور. تماماً، يعني أول شيء بيتعرف على العدو، بيجهز أنتيبادي ضده، والأنتيبادي بعدها مباشرة بتجي بتهجم على الفيروس اللي موجود بالجسم، ولكن هذه بتحتاج إلى وقت بين 4 إلى 5 أيام، أحيانا أسبوع تأخذ وقت. يعني دكتور نحن حنتابع أكيد هذا الحديث بالتفاصيل المناعية، وأملنا بلقاح ممكن يتوصلوا له الأطباء والباحثين حول العالم، ولكن هلأ بدنا نركز شوي على التجربة الإيرانية ونحكي عن الإجراءات الوقائية اللي اتخذتها الحكومة الإيرانية بالفترة الأخيرة بمواجهة فيروس كورونا وهالجائحة الكبيرة، إضافة لدور الشعب بالمقابل. يعني صحيح، نعم، بالنسبة للحكومة أو الدولة الإيرانية لما فاتت الفيروس كورونا على إيران، فكمان مثل الجهاز المناعي بالجسم قامت وحاولت تتعرف على هذا الفيروس، تتعرف على أماكن هذا الفيروس، نقاط الضعف اللي موجودة هي عندها حتى تقدر تواجه هذا الفيروس. في إجراءات تانية، هي المستشفيات جهزت المستشفيات، في عندك إجراء تاني كمان، جهزت الكيت التشخيصي، يعني الكيت أو الفحص التحليل. يعني بالبداية الفيروس أنه عالميا ما كان في حدا عنده يقدر يشخص هذا المرض، فضافرت الجهود هون بإيران بحيث أنه مراكز الأبحاث العلمية بإيران قدرت وصلت للتسلسل الجيني تبع الفيروس وصنعت له كيت يقدر يشخص هذا الفيروس. أحد الأبحاث، بعد ما المريض الكورونا تعافى
فجهاز المناعه تبعه قوي، انا حبيت اشيل جهاز المناعه لهذا السبب، جهاز المناعه تبعه قوي، فصار ياخذه من السيروم او من البلازما اللي موجوده عند المريض المعافى ويحقنوها عند المريض غير المعافى، يعني المصاب حاليا او اللي حاليا لسه عم يعاني من مرض او من انتشار الفيروس في جسمه. لقوا نتائج ايجابيه ولكن لساتها بمرحله الابحاث وهن عم يشتغلوا عليها، ممكن بعدين تصير كعلاج. خلينا اول شيء نحكي عن الكتيب، نبدا فيه البروتوكول العلاجي والوقائي للتعامل مع كوفيد 19. بالنسبه للنقاط، في نقاط بتقيم حاله المريض اذا هو بحاله دخول للمشفى، طبعا هذا بيتم من قبل اختصاصيين ونحن شفنا بالكتيب، هلا رح نشوف كمان مشاهدينا كيف عم يتم تقييم الحاله بالنقاط. سؤالي هو كالتالي، انه في كثير بروشورات انتشرت عن طريق الانترنت لتسجيل النقاط او لحساب النقاط، نحن بنقدر نعملها بشكل شخصي بالمنازل ام نحن بحاجه اختصاصيين؟ هلا بالنسبه انا شيء نزلته بالكتاب هو شيء كثير مبسط وعملي، تمام. يعني انا هدفي بهذا الكتيب انه يكون للناس بشكل عام، تمام. ولا زملائي الاطباء اللي موجودين بشكل خاص، زملائي بالدول العربيه ومثلا بشكل خاص بسوريا. فبالبدايه مثلا عندنا بالصفحه 7 بالكتاب عندنا مخطط توضيحي انه كيف المريض بيفوت بسلسله الفحص تبع كورونا. هلا المسألة الاولي اللي هو البروتوكول اي اللي موجود بالكتاب، هن عباره عن 12 تقريبا على عرض او اعراض، دول الاعراض اي شخص عادي بيقدر يشوفهم، يعني اي واحد بيقدر يعرف انه عنده صداع ولا ما عنده صداع، بيقدر يعرف انه مثلا عنده تقيؤ، عنده الم عضلي، عنده سعال. فهدول المسح الاولي لموضوع كوفيد، انه حتى الانسان العادي بالبيت بدون حتى مراجعه طبيب بالعياده، ويفضل اكيد باكد انه ما يراجع طبيب بالعياده وانما بالبيت تماما. فحضرت مثلا حتى اخر الملاحظات انه كم نقطه لازم يحصل المريض بهذا الجدول لحتى يقدر يقول انه انا مثلا مشكوك فيني او محتمل انه يكون في عندي كورونا. يعني نحن بصراحه عندنا قدر من الاسئله الكبير، لانه دائما المصدر الموثوق هو يلي بنقدر ناخذ منه المعلومه، فما بالك بايام مثل ايامنا هلا صارت المصادر كثيرة والثقة قليلة، فنحن بحاجة لأنه نحكي أكثر خاصة عن شروط التخريج للمريض يكمل الحجر ضمن منزله. نقطة أنه الحصول على المرض أو الإصابة بالمرض أو لا هي نقطة كثير مهمة، أنه الابتعاد عن هلأ قدر الإمكان عن الذهاب إلى المستشفيات بالوقت الحاضر. هلأ في البروتوكول التخريج المبكر المستشفى هذا بالصفحة 9 بروتوكول بي، تمام. إيه هذا كتير مهم، هذا كتير مهم هذا البروتوكول حتى نعرف إنه المريض هذا بالمستشفى. هلا إحنا فات المريض على المستشفى، إما عالجنا أو فحصنا، شفنا مثلا عنده محتمل يكون عنده كوفيد أو تأكدنا إنه عنده كوفيد. فنحن حسب هذا الجدول إذا بتلاحظوا مثلا عندنا من البي 1 حتى البي 11 هي الأعراض الأمراض المزمنة، يعني مثلا واحد عنده سكري، العمر عنده يا مثلا من معين، عنده سمنة، عنده مثلا مرض ربو، عنده قصور كلوي، هدول كلياتهم بياخذوا نقاط، نقطة أو نقطتين حسب ما مكتوب بقلب الجدول، موضح بقلب الجدول. بعدها كمان في عندنا معايير سريرية، المعايير السريرية اللي مختصة بموضوع الكورونا، يعني هيدي العلامات أو هيدي الأعراض موجودة بالذات مثلا بمرض أو بوباء كورونا أو بالكوفيد 19، مثلا درجة الحرارة، ضيق التنفس، عدد التنفس، وهون إذا بتلاحظوا في عندنا نقاط من 2 إلى 6، يعني إذا كان مثلا أقل بيكون نقطتين أو 6، فبعدها بيجي معنا الملاحظات لحتى نشوف إنه كم نقطة هون لازم يكون المريض له حتى يفوت على المستشفى، أو كم نقطة له يطلع من المستشفى، تمام. فمثلا إذا كان عنده أقل من 3 نقاط، الحد أقل من 3 نقاط مثلا عنده إياها بالبي، فهذا لازم ما يجي على المستشفى حسب ما هو موضح، ما في داعي أصلا يكون بالمستشفى، تمام. ولكن بس بدي أشير لنقطة مهمة، بين الأمراض المزمنة هي أمراض أكثر عرضة للإصابة بكورونا، فلذلك لازم توخى الحذر بشكل أكيد، ويكونوا هدول الناس شوي بعيدين عن كل أجواء الصخب الموجود بكورونا. كم نقطة لازم يكون عند المريض لحتى يتم تدخيله على المشفى؟ 6؟ تقريبا من 6 نقاط واعلى بده يكون عند المريض بمجموعة الجدولين اللي هو اول والثاني. وبالنسبة للتخريج دكتور، بالنسبة انه فات على المشفى قعد له كم يوم والتخريج، انه ما له بحاجة انه يتحول للاقسام الخاصة بمرضى الكورونا، كم نقطة؟ هلا انا بس بالنسبه لموضوع التخريج من المستشفى، بعد ما يفوت على المستشفى فهي في صفحات لاحقه اللي هي بالصفحه 17 تقريبا، تمام. نزلها انا عندنا هي 7 مقومات انه لازم تكون مثلا عند المريض موجودة. حاز عليها حتى يتخرج من المستشفى، تمام. هي مثلا التنفس تبعه، هي اشباع الاكسجين عنده بالدم، هي حراره المريض صارت طبيعيه لمده يومين، بيقدر ياكل، ما عنده مشكله بالاكل والطعام، شوفي تمام، يعني اتعافى تماما بموضوع الرئتين، وقتها في يطلع حسب كمان تشخيص الاطباء، ولازم يروح على بيت، ولما يروح على بيت يكون عنده حجر منزلي، يعني تابع امور بعد ما فتره اضافيه،
ايوه فتره اضافيه يكون هو بيروح على البيت بمكان الحجر المنزلي. هلا بس نحن قفزنا قفزه انه تخرج من المستشفى، نحن لازم اول شيء نقول مين بده يفوت على المستشفى. فبعد الجدولين اللي طرحتهم، الجدول اللي هو الاعراض المزمنه والجدول الثاني اللي هو المعايير السريريه الخاصه بكورونا، في عندنا جدول بعده هو المعايير شده الاصابه الرئويه. يعني كانت بالبدايه انه اكثر مكان او المكان الاساسي اللي بيصيبه فيروس كورونا هو الرئتين، فهون هذا الجدول اللي هو بالرأي 11 هذا حصل اخصائيين الاشعه واخصائيين الطب الداخلي هن اللي بيقدروا يتخذوا قرار انه المريض باي مكان بيكون. يعني عندنا احنا من اس 0 ل اس 4، فهدول هن الاطباء اللي موجودين حتى يشوفوا شكل الرئتين، يشوفوا الستيج اللي هو فيها المريض يعني. تماما، او الطبق المحوري او صوره الطبق المحوري على اساسها بيقرروا شو الستيج تبع المريض. هلا هون النقطه اللي بعدها بقى، هلا نحن انا كطبيب بالمستشفى، احد زملائنا في سوريا واحد زملائنا باي مكان بالوطن العربي، اجى لعنده مريض وعنده صار معطيات. هلا هذه المعطيات بده يشوفها، شو هو المريض حصل عليها لحتى يقدر يفوت على المستشفى. تمام. مثلا في عندنا بالصفحه 12 وهي اهم صفحه تقريبا اللي هي بتساعد زملائنا حتى انا اتخذ قرار هذا المريض يفوت على القسم او هذا المريض لازم يطلع من المستشفى، لازم يكون واحد بين هدول السته، يعني السي 1 للسي 5 اللي هو البروتوكول سي. تمام. مثلا اذا السي 1 قلنا حصل على 6 نقاط في المعايير، في جدول المعايير السريه في البروتوكول الثاني، اذا حصل عليه 6 نقاط وقتها بيكون هذا لازم يفوت على المستشفى. السي 2 هي مثلا يكون حصل على حد اقل 3 نقاط من جدول الأمراض المزمنة وأربع نقاط من جدول الأعراض السريرية لحتى يفوت على القسم. هلا إذا بتروح مباشرة مشان ما أخذ وقت كتير طويل، السي 5 إنه إصابة عنده رئوي شدة إس 4. يعني إذا بنرجع للجدول رقم 1 عندي أنا معطيات إنه المريض عنده إس 4، يعني عنده إصابة رئوية مسجلة. هذا المريض سواء إنه حللت له إنه معه كوفيد أو لا، هذا لازم يفوته مباشرة على الكوفيد، على قسم الكوفيد 19 وبلش له العلاج مباشرة. خلينا نقول كل الناس عم يسمعوا عن علاجات الملاريا توظف لعلاج كوفيد 19. هالفكرة بتبين يعني للوهلة الأولى غريبة، لكن انتشرت، فنحن حابين أنه ناخذ من حضرتك المعلومة الفصل بهالخصوص، إضافة لأنه بدنا نشير يعني أنه في ناس بدأوا فعلا بشراء هالأدوية من الصيدليات وربما من دون وصفة. لا هلا اي شيء بدون وصفه انا معارض له تماما، لازم حتما يكون وصفه، خاصه الادويه، لانه الادويه مثل ما لها فوائد لها كمان اضرار، وممكن يكون اضرار كثير كبيره. هلا بدي اعطيكم بشاره عن طريق التلفزيون او عن طريق قناتكم، انه من يومين منظمه الغذاء والدواء الامريكي FDA صادقت على دواء الكلوروكين كحاله طارئه. صحيح تماما، ولكن بسبب كمان استجابته، يعني هذا العلاج اللي بقول اللي انا صفحه 13 اذا بتلاحظوا من الكتاب منزل فيها العلاج. تقريبا هذا العلاج حتى الان بايران عالج ما يزيد عن 15000 مريض، يعني 15000 مريض بهذا البروتوكول البسيط قدروا يتعالجوا. فهذا شيء بيعطي نوع من الرياحه النفسيه للاهالي، بيكون في نوع من الهلع او نوع من الرعب. يعني اي عقار لحتى نعتبره علاج لازم يقطع فتره طويله، ممكن احيانا توصل لسنوات لحتى انه هذا هو العلاج الايجابي او هذا العلاج الاساسي لهذا المرض. طيب نحن المرض عندنا ما صار له 3 اشهر منتشر تقريبا، فحتى الان عباره عن مثل ما بيقولوا ابحاث سريريه، يعني ابحاث عم بتصير يوم بيوم. تمام. بالنسبه للحالات اللي بيتم معها استخدام الهيدروكسي كلوروكين، نعم، للحالات ممكن تذكر لنا اياها؟ نعم. هو مقسم الجدول هون لأربع أقسام، القسم أو تحت قسمين، إما عيادات خارجية، يعني المريض بيجي على عيادة أو بيروح، وفي قسم إنه إقامة بالمستشفى. فعندنا العيادة الخارجية كمان نفسها مقسمة إلى قسمين، إذا أعراض لا تشبه أو غير محتمل إنه يكون هي كورونا فهذا ما بنعطيه نهائياً أي دواء، بنعطيه ممكن نحط حرارة مسكن عادي وبيروح مثل أي رشح تاني، مثل أي إنفلونزا تاني. أما الطرف الثاني العيادات الخارجية إذا كان مرتفع الخطورة، يعني حسينا إنه عنده ممكن يكون مش احتمال يكون في كورونا، فمباشرة بنبلش له بالعلاج اللي خاص بكورونا. طبعا هون ما بنصح المرضى لوحدهم يروحوا يستخدموا هذا الشيء، وانما حتما لازم تكون وصفه طبيه او طبيب يوصف له هذا الدواء اللي هو عن طريق بيبذل شو هيدروكسيكلوروكين لمده 5 ايام تقريبا العلاج. وفي نقطه مهمه بعدين رح نحكي اشير عليها، انه متابعه المريض، يعني هذا المريض اللي احنا اعطيناه وعياده خارجيه وراح، هذا ما بيصير له. صحيح، يعني بروتوكول متابعه المريض، صحيح، رح نتطرق له. رح ننتقل ان شاء الله بالفتره الفقره الاخيره. هلا في بعدها كمان قسمين قلت اللي يقيم بالمستشفى، في عندنا مستشفى اللي يكون حاله مستقره، يعني ما عنده حاله خطره،
يعني ما بيحتاج للمنفسي مثلا. تمام. وقسم الكورونا هذا له علاج، والقسم الثاني اذا كان واحد مثلا بحاجه الى منفسي فبيحتاج مثلا علاج دواء اعلى. تمام تمام. طب بالنسبه لحالات الاصابه المنخفضه، شو هو البروتوكول الحجر الصحي المنزلي اللي لازم يتبعوه الاشخاص؟ سؤالك كثير مهم وممتاز وبمكانه. انا عملت تقريبا 3 صفحات او 16 مثل ما بيقولوا 16 اجراء او بند. تمام. لازم يعني يهتموا فيه الناس سواء بعد ما يطلعوا من كورونا، بعد ما يطلعوا من القسم او من الكذا بيروحوا على الحجر الصحي، او حتى انا برايي انه فيهم يعني ينسخوا 3 صفحات ويقراوهم كل فتره. هدول 16 اجراء مهمين وبسيطين، بس انا تعمدت انه اكتبهم كلياتهم. حتى تمام. غسل الايدين الله يعافيك، حتى غسل الايدين مثلا كيف يغسلوا الايدين كمان كتبتهم بدقه اكثر. حتى غسيل الالبسه هذه بجوز الناس ما ينتبهوا لانه الالبسه ممكن يكون عليها الفيروس موجود. تمام. فلازم طريقه غسل اللباس كيف يكون موجود، وخاصه اذا المريض كان مصاب بكورونا واجى على البيت فاكيد هون لازم ما يعني لازم ينعزل داخل المنزل. طب دكتور، في يعني كمان شيء كتير مهم، مثل لما بنحكي عن حالات خفيفة بدنا نحكي عن الحالات يلي تم تخريجها من المشفى. هاي الحالات هل هي لازم تتابع فعلا إجراءات علاجية إضافية ضمن وجودها بالمنزل، أو يعني شو هو الشيء لازم تتصرفه؟ المتعافين. تماماً. حلوة كلمة متعافين، بتفرح يعني. إن شاء الله إن شاء الله الكل يتعافوا، يعني إن شاء الله الكل يا رب يتعافوا. هلا الحمد لله انه الحالات، حتى منظمه الصحه العالميه اعلنت انه 5% من الحالات المصابه بكورونا هي الحالات اللي كريتيكال او بالمرحله اللي عندها نوع حرجي جدا او في عندها ازمه، ولكن بقيه الحالات الحمد لله متعافيه، وحتى يعني في قسم كتير كبير عن طريق العيادات الخارجيه بياخذ العلاج وبيروح. تمام. نعم. الدكتور وقتنا صار ضيق كتير، بس بقيان يعني عندي كم سؤال ولازم اسألك ياهم. خليني نحكي عن الحالة الخاصة للمرأة الحامل، الإجراءات المتبعة هل إلى خصوصية أم تتعامل كأي شخص مصاب تاني؟ هلا بالنسبة للمرأة الحامل شيء كتير مهم، يعني هون ما نتعامل نحن مع شخص، عم نتعامل مع شخصين. تمام. يعني هي والجنين يلي عندها. وفي نقطة تانية مهمة عند السيدة الحامل، في عندها اختلاف ب او تغيير في كل تقريبا جسمها، يعني عندها ضغط الدم بيختلف، ممكن حجم الدم بيختلف، عندها عدد التنفس بيختلف، عندها يعني في كثير امور تقريبا بما تشابه انه مثلا الناس اللي يكون عندهم ضعف مناعه. يعني لما نحن نتعرض لسيده حامل، فهيدي السيده الحامل اللي حنشوفها انه ما هي انسان مثل المراه العاديه اللي ما هي حامل، وانما هيدي بنقول انه حساسه اكثر. فهون مثلا اول شيء الوقايه لازم تكون للسيدات الحوامل اكثر. لازم الاشخاص الاخرين حتى اللي يروحوا ويرجعوا كمان يكون عندهم نوع من الالتفات لموضوع انه هيدي السيده حامل ما هي مثل اي سيده ثانيه. نقطه ثانيه انا كتبت بالجدول عندي بالصفحه 25 عن السيده الحامل كيف مثلا التدبير تبعها، يعني كيف ممكن نحن نشوف السيدة الحامل شو هي عندها أعراض وين نبعتها. نقطة مهمة كتير أنه هون السيدة الحامل لازم يكون حاصل عنها كمان أخصائية نسائية، يعني لازم تكون موجودة، لأنه هون نحن نتعامل مع شخص واحد، يعني ما بيكفي الطبيب الداخلية أو الطبيب الخاص بموضوع كورونا، وإنما لازم ينضاف له الطبيب النسائية ويكون لحظة بلحظة بموضوع العلاج. بالنسبة نعم. للعلاج فيها تأخذ نفس الأدوية اللي ممكن ينصفه للشخص العادي؟ أنا كاتب بالصفحة 25 كمان نفسها أنه إذا كان سيدي شديدة الخطورة فعندها سبب خشية الخطورة، ممكن يكون عندها الكورونا، ممكن نعطيها الهيدروكسيكلوروكين سلفات، هذا ممكن نعطيها حسب الجرعات الموضحة، أو علاج دوائي ثنائي اللي استخدموه هون عندهم بإيران. وطبعا أكيد بأكد أكيد أنه لازم يكون حسب استشارة الطبيب المعالج بشكل مباشر. يعني دكتور نحن من خلال كلامك أخذنا أمل، ولكن يمكن نحن بحاجة لجرعة أمل كتير كبيرة، وعم نتمنى وبدنا نسألك عن موضوع العلاج الجذري للإصابة بفيروس كورونا. هلا أنا بدي أجاوب على سؤالك بطريقة شوي منعطف يعني أو مختلفة نوعا ما، إنه موضوع الانتظار عم بيسبب توتر عند الناس، خاصة بقية الناس عم ينتظروا بين لحظة ويوم تاني مثلا تجيهم مفاجأة ويقولون صنعنا الدواء أو الفاكسين تبع الكورونا. أنا بقترح عليهم يهتموا بالأول 90%، يعني بيهتموا بالحجر المنزلي، يهتموا بقطع السلسلة لانتشار المرض كورونا، هذه أهم من إيجاد اللقاح حاليا. طبعا اللقاح حتى يتصنع بياخد وقت، لازم يفحصوه على الحيوانات أكيد. بالأول بعدين على الإنسان. اللقاح لازم ما يروح يضر، يعني تصور نحن عمل لقاح نعطيه للناس حتى جسمه يصير مانع وقوي، مناعته قوية، وما سمح الله يكون في عنده مضاعفات أخرى أسوأ من إعطائه نفسه وأسوأ من إصابته لكورونا. فأنا برأيي أنه حاليا الناس يبتعدوا عن انتظار اللحظي للأخبار الجديدة،
عن موضوع الكورونا ويلتفتوا للموضوع الثاني. المهم الثاني هلا حجر المنزل اللي بسبب توتر او بسبب نوع من القلق عند الناس حولي يبتعدوا عنا، يحاولوا انه من اللحظه انه يقولوا مثلا، ولا نفرض انه شهر شهرين ثلاثه، ونفرض انه راح يطول حتى نطلع من هذا الحجر، يعني يحاولوا يعملوا امورهم الحياتيه على هذا الاساس. ريلاكس فينا نعتبر انه هي نصائح لشعبنا السوري دكتور، لو بتتوجه له بنصائح. نصيحتي للشعب السوري يتوخوا الحذر، يبتعدوا عن الافكار المقلقه، ما يصدقوا اي شخص ممكن يقول. يعني بصراحه هون صارت بايران باول ما انتشر الفيروس في اخبار كثير مغلوطه بتكون بتصير، الناس بيتناقلوا من بعضهم، واحد بشوفوه مثلا تم دفن احد الاشخاص. صحيح هي حتى عنا تماما. نعم، فبتلاقي الناس كلها تضاجد، الناس كلها عملت. لا، الافضل انه دائما نحن ناخذ اخبارنا من مصدر موثوق، نبتعد عن الاشاعات، هذا كثير مهم. الاشاعات بتضعف كثير جهاز مناعه، لانه بتسبب ستريس وبتسبب توتر. صحيح. الالتفات، نصيحه كثير مهمه الالتفات للاطفال. يعني الاطفال نحن اللي هلا نحن موجودين عندنا، لما نحن ككبار بنرعب هن بيرعبوا 10 اضعاف، فلازم ننتبه انه نحن ما نرعب الاطفال، لانه هذا هن مسؤوليتهم برقبتنا، نحاول نراعيهم، لانه اكيد رح يضوجوا بهذه وجوده بالبيت بشكل دائم وابتعادهم عن أصدقائهم. فهي نصيحة كتير مهمة، هي أهم من موضوع ممكن علاج بكورونا إن شاء أكيد الله. وحضرتك كمان أيضا اتطرقت للأطفال بالكتيب، لكن بسبب ضيق الوقت ما لحقنا نعقب عليه، لكن هو موجود الكتيب. أكيد مشاهدينا لح يكون مرفق بالمقابلة على صفحة العالم سوريا، فيكن تنزلوا وتشوفوا وتسمعوا نصائح التجربة الإيرانية لحتى نتعلم منها شوي. شكرا كتير لإلك الدكتور، كل يعني صراحة معلومات كتير غزيرة، يعني ما نحن عنا أسئلة كتير وفي أفكار كتير، وحلو الجمع بين الجانب الإنساني والجانب العلمي والدوائي والطبي. يعني دكتور كل الشكر لك. تسلم، وشكرا لكم كتير على هذه الفرصة اللي أطحتوا لي إياها، وإن شاء الله يكون الكتاب اللي اشتغلنا أنا وأصدقائي وزملائي الأطباء اللي موجودين بإيران ينال رضا الناس هنيك، ويكون البلسم اللي الشافي إن شاء الله لهذا المرض. شكرا كتير لقناتكم الكريمة. شكرا دكتور أحمد رحل، اختصاصي علم الأجنة وخلايا الجطية، كنت معنا عبر السكايب من إيران، نتشكرك كتير لوجودك.